الشخصية اليوم اللي أنا بستضيفها في شخصيات في حياتي شخصية محورية، شخصية أضافت لي كثير وأنا في مشوار الحياة الذي كان مليء بالتحديات في منطقة عقدية صعبة وهي سيناء. كان عضو مجلس أمناء الجامعة وكان دائما صاحب رأي وصاحب رؤية. مفيش مرة افتتحنا مشروع كبير أو افتتحنا الجامعة أو بالعكس، كان يشارك معي في حركة البناء وحركة التطوير وحركة الافتتاحات، وكان دائما ما يؤيد ليس بالكلمة لكن بالكلمة والفعل والعمل. إنه المستشار عادل حسين، هذا الرجل الذي أحببته. تاريخه حافل مشرف مليء بصفحات كتبت بأقلام من نور، لكن من أيام ما كان محامي عام إلى ما كان يجلس على منصة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل إلى أن أصبح رجلا سياسي مهم لأهم محافظة من محافظات الوجه البحري، ثم هو تاريخ حياة في الحقيقة. لا إذا أردنا أن نتكلم عنه سنسرد حلقة كاملة، لكن أردت أن أختصر، فإذا زادت المعرفة قلت العبارة، وتحت هذا الزعم هو المستشار عادل حسين. أهلا بيك سيد المستشار. ربما غلبت شهرته كمحافظ للمنوفية ومن بعدها القليوبية لسنوات طويلة قدم خلالها أداء مختلفا منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي إلى عام 2011 حتى لقب بشيخ المحافظين. وسبقها مسيرة أخرى للمستشار عادل حسين كانت ممتدة ما بين النيابة والقضاء في فترة من الفترات المليئة بالأحداث الساخنة التي كان هو شاهدا عليها ومحققا في العديد منها، وبين هذا وذاك هو مرجعية قانونية وصاحب نظرة مختلفة ورؤية واضحة للتنمية المحلية في مصر. مسيرة مشرفة خاضها المستشار عادل حسين مما يجعله رمزا من رموز هذه الأمة. مقدمة الحقيقة أخجلتني بيها، وإنما هي لخصت هذه العلاقة اللي بيننا تتسم بالمحبة والاحترام والتقدير. ونوهت أنت الحقيقة بأكثر من يعني مجال يطول الحديث فيها طبعا، إنما صدقتي لك وصلتي بيك منبعها الاحترام ومنبعها ما قدمته. وأنا بطبعي يمكن كقاضي يعني حذر في العلاقات، ماليش علاقات متسعة يعني كتيرة وإنما محدودة للغاية. هذه العلاقة اللي يعني اللي بيني وبينك وامتدت يعني أكثر من 15 سنة، لو تتذكر يعني بدأت لما كنا في مشوار النمسا مع بعض ودي واقعة لابد إن أنا أنوه بيها. أيوة. يعني مهمة جدا نبدأ بيها الحديث. كنا ما احنا راجعين من النمسا كنا في مشوار الحقيقة مشترك، لك مجالاتك وليا مجالات. أيوة. الحقيقة كنت رايح علشان أشوف النمسا وتجربتها في تدوير المخلفات والأخر مع المشروعات اللي انت كنت حريص عليها الحقيقة. بعدين رجعنا بقى يعني من خلال مطار روما. أيوة. لو انت تذكر فاكر. وحبيت ان انا يعني من الفري شوب عجبني حزام قلت اشتريه يعني. صحيح. فتبين ان الفلوس اللي معه ما كفتش، فلجأت لك واستلفت منك يعني اللي انا فاكره كده كان 2500 ليرة وقت ما كان فيها ليرة تقريبا. والله كويس حضرتك فاكر يا فندم، عشان انا فاكر. ما لا انا فاكر كويس يعني. وخدتهم ومش عارف بقى 250 ليرة ولا 2500، المهم يعني، واشتريت الحزام. وكل شوية انت بتطالبني من المبلغ ده وانا برفض اسدده الحقيقة. والله يا فندم الحقيقة انا كنت معذور في الفترة اللي فاتت دي ومع الكورونا ممكن حركة تسدده. على كل حال المبلغ كبير قوي والله، يعادل 20-30 جنيه بقى. لا كان 2 جنيه ونص.
كان ما يعادل 2.5 جنيه. طب والله كويس. ولغايه دلوقتي انت بتطلبني بال2.5 جنيه. والله يا فندم الامانه. فانا فقلت لا انا مش هسدد لك على اساس تذكرني دايما. ايوه. وقد كان يعني دي منبع الاستمراريه في انك اخترتني الحقيقه في عضو مجلس وانا جامعه سينا، مع الحقيقه ان انا فرصه ان انا اشكرك على يعني مساهماتك قد لا تتذكرها وانما اذكرك بيها. وانا محافظ كنت بحتاج دايما الى دعم لتدريب ولقاءات خاصه بالشباب مع شباب اوروبا. وباعتبار ان انا رئيس للجنه الشراكه الاورومتوسطيه ومقرنا باليرمو في ايطاليا. صحيح. وللعلم انا لازلت رئيس لهذه اللجنه حتى الان. ايوه.